سلام الله عليكم. تمر الأيام مسرعة في طريقها لإتمام الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في مصر، آخذة معها تصورات جديدة لشكل الجمهورية الثانية بعد 30 يوليو. وهنا يتبارى الشارحون ويتنافس المحللون في رؤية العلاقات المصرية العربية بعد تلك الانتخابات. عبد الفتاح السيسي، موسى مصطفى موسى، مرشحان يحمل كلاهما أفكارا وطرقا للعمل ربما تكون مختلفة، لكن ما اتفق عليه الرجلان هو أهمية استمرار توطيد علاقة القاهرة بأخواتها من العواصم العربية الأخرى. أهلا بكم إلى الرئيس. العلاقات المصرية العربية علاقات يجمعها الدم واللغة والتاريخ، إذ تم توطيدها خلال السنوات الأربع الماضية ما أكسبها المزيد من الزخم. نرحب بكم ونفتح نقاشنا حول هذه العلاقات، ولكن بعد هذا التقرير.